الفائز بلقب القارئ العالمي في فرع القارئ المرتل المتسابق معاذ أحمد الدويك من المملكة المغربية. ثالثاً الفائز بلقب القارئ العالمي في فرع القارئ الصغير المتسابق أسامة عمر بوزاهير من المملكة المغربية. كما نكرم بقية المتسابقين الذين تم استضافتهم في مملكة البحرين ووصلوا للمرحلة الرابعة والخامسة ولم يتمكنوا من الحصول على اللقب، وهم المتسابق إلياس محمد المهياوي من المغرب فرع القارئ المجود، المتسابق ياسين عبد الله الكزيني من المغرب فرع القارئ المرتل، المتسابق أنس محمد براق من المغرب فرع القارئ المرتل، عبد الرحمن عبد الفتاح والراش من المغرب فرع القارئ الصغير، المتسابق عبد الجليل صالح بوسكي من المغرب فرع القارئ الصغير، المتسابق محمد سالم أندور من المغرب فرع القارئ الصغير. تسونامي مغاربي في مملكة البحرين في مسابقة القارئ العالمي، حيث اكتسح القراء المغربيون وبلا تردد حاصلين أغلب جوائز هذه المسابقة القرآنية العالمية، ومن بينها الفوز بالمركز الأول في فئة القارئ المرتل. أهنئ المملكة المغربية والشعب المغربي بهذه الكوادر الوطنية المبدعة والتي مثلت بلدها أحسن تمثيل وأرقى تشريف، وقد تشرفت بحضور الفعالية النهائية واللقاء بهذه الكوكبة القرآنية النورانية من المغرب. هنيئا لكم يا أهل المغرب بهؤلاء القراء.